كوكو لي في جيسبر كو فوز علي بيان. المهم اليوم غادي ندير لكم واحد لا فيديو شحال هذه وانتم كتطلبوني عليها، واحد الماسك فعال عرفتي زعما الا تبعتوه غادي تولي البشره ديالكم زوينه بزاف. المهم انا يعني نقول ندوز المكونات. عندنا ياغورت ناتور بيان دانون ناتور، كيف ما تنقولوا حنا دانون مسوس ما في بدون نكهات، وهذا دانون ياغورت ناتور باردون كيحتوي على حمض الهيدروكسيل اللي كيساعد بزاف على تفتيح البشره والترطيب ديالها، وعلاج كذلك البشره الحساسه والجافه، يعني في فوائد عظيمه مزيان بزاف للبشره. وعندنا الحاجه الثانيه هو سيترون اللي كيحتوي على فيتامين سي اللي حتى هو كيعزز البشره على انتاج الكولاجين وكيمنع علامه ديال الشيخوخه، يعني مزيان بالنسبه كيحارب لي غيد. وعندنا دقيق الذره مايزينا كيف ما تنقولوا، حتى هو كيساعد على تجديد الخلايا البشره وكيمنحها واحد النضاره واحد الاشراق واحد الاشراقه. هما بحال هكا دايره البكيه ديالو. وعندنا مايزينا دقيق الذره، هذا حتى هو اشنو تيدير، تجدد الخلايا ديال البشره وكيمنحها واحد النضاره واحد الاشراق. هي هذه البكيه ديالها بحال هكا. بون دابا غادي ندوزو كيفاش يمكن نحضروا هذا الماسك. من الافضل اننا نشوف واحد بتيت كويير ديال بلاستيك ولا ديال الخشب، حابه دا يكون بلاستيك ولا خشب، الافضل ما يكونش ديال الحديد. غادي ناخذ معلقه كبيره ديال المايزينا كنخويها هنا، وغادي ناخذ معلقه ديال ياغورت ناتور تقدر بحال هكا. نسيت ما قلت لكم شو عندنا العسل الحر حتى هويا، ديزولي نسيت. العسل الحر هذا يكون العسل متوفر اللي عندكم سواء كان بيض سواء كان عسل عادي. هذا العسل حتى هو شنو الدور ديالو، كيرطب بزاف ومزيان للبشره الجافه والحساسه حتى هي. غادي نديرو غير واحد شويه وغادي ناخذ واحد شويه ديال زيت العود حتى هويا، غادي ناخذ واحد شويه ديال زيت العود حتى هويا غير شويه ماشي بزاف. وغادي نعصروا السيترون. بالنسبه للسيترون حاولوا ما ديروش بزاف حيت غادي نديروا واحد الماسك ديال القهوه، غير شويه. بالنسبه للسيترون درنا غير شويه ما درناش بزاف. من بعد هكا كيجي الخليط، نوريكم بحال هكا. غادي نحركو مزيان فوالا كيفاش كيجي القوام ديالو، لا تيكستور ديالو ما هي جاريه بزاف ما هي قاصحه بحال هكا.
اول حاجه قبل ما نديروا هذا الماسك اللي دابا حضرناه غادي نديروا تقشير ديال القهوه حسب القهوه بالنسبه الى كنتو بغيتي ديروها غير وجهكم بوحدو يعني معلقه صغيره راه كافيه حسب نتوما وشحال الكميه اللي بغيتو ما نقدرش نحدد لكم انا شحال المهم كنديروا القهوه زيت جوز الهند كناخذ منه واحد المعلقه صغيره كندير واحد شويه ديال زيت العود بالنسبه للقهوه انا تنفضل نديرها ما ديجا ما استعملتهاش يعني زعما ماشي تبختها وهذا لا نفضلها تكون جديده ماشي القديمه زعما اللي استعملات حقا ملي بان لينا الخليط انه قاصح نقدروا نزيدوا الزيت نزيدو شويه ديال الزيت باش يجينا بحال هكا ها نتوما شفتو ها حتى هو ماشي جاري وماشي قاصح هكا خاصو يكون بحال هكا خليكم معايا تنوريكم كيفاش غادي نستعملو نطبقو هاد لي ماسك هادو دابا غادي نبداو نابليكيو هاد الماسك باش نديرو بينينغ طبيعي من الافضل الا كانت عندكم بحال هذا الشيء تا من الافضل حسن كاع ما تخدموا يديكم حيت اليد شويه كتربي شويه بابا اللي شافني غادي يعيط لي بلي شنو انت شنو داكشي اللي دايره في وجهك ما لقيتي ما ديري فاش كنت عايشه مع والديا كان بابا ملي كيدخل للدار كنت دايره شي ماسك كنهرب ما نقدرش نبان قدامه وانا بالماسك كيدير واحد لي غريماس واش داك الشيء دايره في راسك واش ديك الحاله ندمك المرات هذاك الزيت كيقطر شويه المهم غير من الافضل خذ واحد الفوطه ولا هذا باش الا طاح عليكم شويه تلقاو باش تحيدوه يلا غادي نرجعوا من بعد واحد 10 دقائق غادي نرجعوا عدنا مهم غادي نبداو نديروا حركات دائريه بحال هكا هاد الحاجه راه حتى بالنسبه تقدروا ديرهم حتى ابليكو هاد الماسك حتى على لي ليفغ ديالكم بحال هكا
الماسك ديالنا اللي حضرنا. هذا الماسك هذا اللي كنديروا فيه دابا، انا دابا 3 سنين وانا دائما تنديرو، من الافضل الماسكات عندي. سنعود بعد قليل، ما بعد 4 ساعة ان شاء الله غادي نغسل وجهنا ونشوفوا النتيجة النهائية. من بعد غادي تستعملوا اي كريم مرطب عندكم في الدار، انا غادي نستعمل هذا ديال كيكو. ما تمسوش عليكم حتى هوايا، اي حاجه ديروها في وجهكم العنق والعنق هكا، طلعوا الفوق من تحت الفوق من تحت الفوق كومسا. هذا كونتور دي زيو، سوا زيو كونسنتري كونتور دي زيو. بنت قطعت ليا هاد الفوقانيه ديالها حتى هويا زوين، هذا طاح كلشي كيجي بحال هكا. ترطيب ترطيب دائما هاد القضيه ما تنساوهاش. الا بغيتو تحصلوا على بشره نضره مشرقه ضروري من الترطيب، ولا غادي يبداوكم التجاعيد المبكره. خاص من سن 24 عام 24 يبدا الانسان الترطيب يرطب الترطيب ما تدوش عليها يعني يدير كريمات مرطبة لي كريم ايدغاتونت. حتى الفوق العين ما فيها بس بوغ ايدغاتي تا هوايا. Thank you.
وبهذا نكون قد انتهينا كتبان لكم البشرة كتبان نقية هذا الماسك هذا كيحيد ضد التصبغات الجلدية كيحيد دوك لي تراس ديال الحبوب وكيحيد دوك لي تراس الكحلين ديال الشمس ولا هذا مزيان بزاف من الافضل تستعملوه مرة في الاسبوع يعني فريمون تري افيكاس هذا هو الماسك ديالي انا اللي كنستعمل دائما هذا هو الماسك المفضل عندي انا كنتمنى يبان لكم الفرق حيت انا راه بان لي الفرق مع الكاميرا ما كتبينش مزيان ولكن انا كنشوف الفرق